السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى متتبعين، اليوم غنقدم لكم واحد الحلوى اللي سهلة ومتناول الجميع وما كتحتاج لا فران لا والو. غادي اخترت هاد الباسطة هادي، المهم اختاروا نتوما النوع الاختياري، يعني كل واحد اختار بيمو اللي يصلح له. عندي كاس ديال الزنجلان وكاس ونص ديال الكاوكاو محمر شوية ومطحون وشوكولا بيضاء وشوكولاتة أسود لون أسود. وهنايا هاد الليمون اختارتهم وانتم اختاروا الليمون اللي عندكم موجودين ديال السيليكون كيف ما كتشوفوا. اول حاجه غادي نطحن باسطة، كاين اللي كيدير ماريا ولكن من الاحسن باسطة كتجي المذاق رائع. يبغيو هاد الدراري يمشيو للمدرسه الصباح تصايب لهم هاد الحليوات. المهم كنحاولوا نطحنوا هاد الباسطة في الهشوار. المهم ولا ما عندك شي اي حكه في الحكاكه داغي كتطحن، يعني ما كتحتاجش بزاف ولا في اي نوع من انواع الماكينات، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وانا قلت لكم داغي كتطحن ما كفاش بزاف. المهم نحاولوا نطحنوهم مزيان وخديروا الكميه اللي تناسبكم، يعني كل واحد يعمل الكميه اللي تناسبه. المهم بعد ما طحناها مزيان ونحاولوا نخليوها يعني كيف حال اللي طحنا كاوكاو كيف ما طحنا الزنجلان يعني مزيان، من بعد غادي نحطوها البلاصه اللي غادي نخدموا بها كيف ما كتشوفوا. كتجي هاد الحلوه رائعه رائعه فعلا فعلا، ما غاديش ندموا، جربوها لوليداتكم. او من بعد غادي نضيف معلقه ديال العسل غير باش تعلق لنا، كتبقى اختياريه، اللي بغى يضيفها يضيفها اللي ما بغاش ما يضيفهاش. المهم انا قلت لكم اختياري. وغادي نذوب الشوكولات الابيض، هذه الطريقه الاولى. نضيف له قليل من الزيت تنحصلوا على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نكونوا مزجنا داك الكاوكاو ومزجنا الزنجلان مع داك الحلوى، غادي نضيفو لها قسمنا عليها جوج نصف، غنضيف له شوكولا ابيض. ونخليوه كما ونص ثاني غادي نخليوه جانب، غادي نحاولوا نخلطوه. وهاد الحلوى غير جربوها الدراري الصغار كيحماقوا عليها، قلت لكم كتجي زوينه. من بعد غادي نوضعها في الليمون، هذه المرحله الاولى. وغادي نحطوها في مع نكملوا غادي نحطوها في الثلاجه تشد راسها، ما دابا الحال البال راه داغي تشد راسها ما تحتاجش ثلاجه. المهم غير باش نحتاج لحساب ليمون باش نعاودو نخدمو فيهم عاوتاني المره الثانيه. غادي نستمروا على هذه العمليه حتى نكملوا الخليط اللي عندنا. من بعد ما شدت راسها كيف ما كتشوفوا حصلنا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو للتزيين، التزيين كيبقى اختياري. انا فكرت انني غادي ندوب الشوكولا ابيض، غادي نوضعها في نفس المول ونوضع عليها هاد الحلوى كيف ما كتشوفوا. وضعت القليل من الشوكولا هكا ما غاديش تشدنا الشوكولاته بزاف، وفي نفس الوقت كنحصلوا على واحد اللون يعني مزيان. المهم نخليوه يشد راسو في الثلاجه، اما لو وضعتيه في الفريغو يعني في البلاصه كيبس. وغادي نرجعوا نصايبوا الثانيه، راكي كتجي كميه كبيره يعني ما كي زعما تبارك الله كتحط، ولا عندك ليمون هذا صغارين ممكن تعملوا. ما كيبقى قلت لكم ليمون على حسب الاختيار ديالكم نتوما،
انا اخذ كده قليل من الشوكولات وكنوضعو. وحنا حصلنا على الشكل النهائي اللي كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، فعلا كيجي رائع وحتى المذاق جربوه بباستا وما غاديش ندموه. وهذا الشكل الثاني نفس المرحله، هذاك النصف اللي بقى لنا من الخليط وضعته في الشوكولاته السوداء وخلطته نفس المرحله. وسبحان الله كل وحده كتجيب مذاق رغم انه هو نفس الحشوه غير اللون ديال الشوكولاته اللي مختلف، ولكن كتجي كل وحده بمذاق. هنا خليت الشوكولاته يعني كثرت الشوكولاته وغادي نوضعه في ليمول. هنا وضعت القليل من الشوكولا حتى شد راسو، عاد وضعت فوق من هاد الحشوة. من بعد استمريت انني نوضع غير الحشوة بلا ما نوضع الشوكولات حيت اصلا جا خفيف. والدراري الصغار كيف ما قلت لكم كيحمقوا على هاد النوع من الحلويات اللي ما كتحتاجش واحد مجهود كتير وما كتحتاجش الفران. وغادي نستمروا على هذه العمليه حتى نكملوا الحلوه ديالنا. راه خدكم راه تبارك الله كتحط رغم ان المكونات بسيطه، يعني كنحتاج نعود لكم المقادير: كاس ديال الزنجلان وكاس ونص ديال كاوكاو، ولا ما بغيتوش ديروا الزنجلان ديروا غير كاوكاو، وباسطه انا ما بغيتوش ديروا باسطه ديروا ماريه. المهم نتوما كتبقى لها حسب الاختيار ديالكم، والشوكولات كذلك كديروا اللون يعني اللي يناسبكم. وبالصحه والراحه الحلوه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكل متتبعين قناه عبلة اجي، بدات الاسم ديالها ولات عبلة اجي اختصرتها باش حتى ما تكونوا كتقلبوا تجيكم سهله. وهالحلوه اللي حصلنا عليها فعلا مذاق كيجي زوين وحتى المنظر كذلك. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبت لكم هاد الحلوه ان شاء الله خليو لي تعاليق وندير لكم شكيلات اخرين. هي خصني غير التفاعل يكون، الا ما كانش تفاعل حتى الحماس ما كيبقاش باش نوجد لكم الشهيوات. مهم نتمنى الناس اللي اول مره كتشاهد الفيديو تعمل لي اشتراك وتخلي لي كيما قلت لكم تعاليق زوينه، ولا بطبيعه الحال الا عجبتكم غادي تضغطوا في زر الاعجاب، ما عجبتكمش كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. ونهاركم مبروك، وصفه جديده ان شاء الله.